مرحبا بكم أميرتي الجميلات، معكم كوكي من قناة كوكي بيوتي، حيث تجدون كل أسرار الجمال والعناية بالبشرة والشعر. لنبدأ رحلتنا اليوم، وراح تكون رحلتنا اليوم هي قصة عبارة عن كوب ديغرادي، أو قصة يعني الكوب ديغرادي دي كوبة مدرجة جدا وقصيرة. هنا الزبونة طلبت مني أنه يكون قصير 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 قصير، حاولت نقصر لها بصح ماشي بزاف باش ما تكونش كوب غارسون كما راكم تشوفوا. سيباريت الشعر على ربعة كالعادة، وبديت درت قيد يعني خط مستقيم، يعني الشعرة الأولى باش نقصص عليها هي اللي راح تقيديني لاكوب هذه. شوفوا هذه لاكوب غادي تكون مدرجة جدا بيان ديغرادي كيما قالت لي لاكليانت، ولازم هنا شعري يكون بيان مويي ولا مبلل جيدا. البنات شوفوا، راح ناخذ من الوسط يعني على القيد الوسطاني اللي راح نقطع عليه، شوفوا أقصر شعرة هي اللي راح نقطع عليها. شوفوا هنا تقدروا تخدموا التشفير هذا باش يجي الشعر متناسق في بعضه. شوفوا تشوفوا كيف راني نجبد، راني نسلك للفوق مانيش نسلك للتحت. شوفوا البنات باش تجيني شويه مديغرادي، راح نقصص على اقصر شعره. شتو بدات لا ديغراداسيون تبان لا ميم شوز في الجهه اليمنى والجهه اليسرى. ديرونجاني الشعر هنا ما كاش مقبوط بالبانس، يلفو تقبضوه مليح 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 باه ما يديرونجيكمش ويكون مبلل جيدا. شوفوا على اقصر وحده، وهنا تقدروا ديروا التشفير بالمنقص عادي، ونجيب شويه منا وشويه منا باه نشوف اذا كاين خلل ولا لاكوب تاعي راه مسقمه. هاد لاكوب جينيرالمون يبغوها نساء كبارات، ما يبغوهاش بنات صغار، وهنا يفضل انه الزبونه تكون يعني مقابله روحها ديريكت، ما تميل راسها لا للجهه اليمنى لا للجهه اليسرى باش ما يخرجلكمش لي ديفو، باسكو هنا كي تكون هي تميل في راسها انت تجبدي الشعره تتبدل الدرجه يخرجلكم لي ديفو في لي كوب نتاعكم. هنا صممت انه تقطعوا، جابت لي صوره ولكن ديك الصوره وشعرها ماشي لا ميم كاليتي ولا يعني الغزوريه ولا لا فورم. شوفوا هنا كي راني بهن ديغرادي بيان راني نطلع للفوق، غادي نقطع على اقصر وحده. شوفوا راني ندير في التشفير وراكم تشوفوا في الشعر انه راه يديغرادا. شوفوا شوفوا البنات كيفاه راني نقطع فيها، شوفي كيفاه كيفاه قطعناها كوتي اليمين والكوتي اليسار دروك. شوفوا كيفاش راني نرفد شويه من تحت هي اللي نقطع عليها وراني نطلع للفوق يعني باه تجيني بيان ديغرادي. شوفوا هنا اللي ما يحبوش الشعر هذه هي لاكوب المخيره، وكاين لا ديغرادي بلو 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 كورت على هكا تجي اقصر من هكا. دونك اللي حابين يتعلموا الحلاقه والتجميل فيكم تابعوني هنا على قناتي اللي هي كوكي بيوتي، او على التيك توك اللي هو كوكي بوان بيوتي 14-تيغيت، واللي هو نفس الانستغرام راح نخليه لكم في صندوق الوصف باش تشوفوا يعني لي فيديو المصغرين وتشوفوا الخدمه نتاعي واش نخدم اكثرا واش ما نخدمش، يعني صوالح اللي تستفادوا منهم اللي ما تستفادوش، يعني كل شيء يخص الحلاقه والتجميل، ما كاش حاجه عندي ما تستافدوش منها، كلشي تستافدوا منه. شفتوا التقنيه تاع التقصاص اللي نقصوا فيها هي نفسها. شوفوا البنات هنا شعرها الله يبارك فيه لو فوليوم، وشعر كيكون فيه لو فوليوم يفضل انه يعني يقطع يديغرادا اكثر، يعني باش نتخلصوا من الشعر الزائد، عكس الشعر الخفيف. اذا كان الشعر خفيف يفضل انه ما نديغرادوهش باسكو لا ديغرادي تاكل الشعر، يعني ترجعوه خفيف. شوفوا نشوف ني فيريفي راهي في الماء باينه بلي مديغراديا بيان، راح نجيب لي كوتي تاوعي. شوفوا البنات نجيب هذيك نقصصها على اطول وحده لتحت خلاص. شوفوا البنات اون بعد هذيك هي القيد تاعي تاع الجهه اليسرى، ومن بعد نخدم الجهه اليمنى، كل وحده فيهم تعتبر قيد هي اللي نقصص عليها. شوفوا البنات طلعت للفوق حتى طاحوا هادوك هما القيد نتاعي تماكينه ديكراد. شوفوا البنات
لا كوب ديغرادي، مشطو غايه وبلو الشعر غايه. هنا بغاتها مديغراد، يكون صعبت نقلعها الكل. تاني قطعة التشفير نورمال اللي درتها في الجهه اليمنى راح نديرها في الجهه اليسرى. دونك شوفوا نفس الشيء، شوفوا كيف هاد ديغرادا، شعرها بزاف شباب، الكاليتي نتاعو شابه. ان شاء الله استفدتوا، راح ندير لكم ثاني طريقه كيف تنمشطوها دروك، كيف راح تنمشطوها بالبروسه والسيشوار والبروسه على طاي تاعها، ومن بعد كيف راح نخدموه بالليسور باه يجي متداخل في بعضه. شوفوا البنات قصصت على اطول وحده، شوفوا شكرني نطلع الفوق بزاف باش تجيني مديقه راديه بالبزاف. شوفوا انا كتر خير صاحبتي راها تصور، والله كي تكون كاينه فرصه نصور لكم وعد مني، يعني الحاجه اللي ما كاش في القناه نديرها لكم دائما باش تستفادوا المبتدئات واللي ما يقدروش يديروا لي فورماسيون. شوفوا البنات جبتهم راني نشوف اذا راهم طول واحد يتلاقاو في نقطه واحده باه نعرف روحي هنا بلي ما درتش لي ديفو. هنا جبت لامش في الوسط باه اكوتي ماشي في الوسط، هنا الاختيار لي زابونه يعني توقيها في الوسط او في لي كوتي. شوفوا البنات جات تهبل مالغري راها غير هكا مبلله ما نشفتش بصح جات تهبل، راح نشفها دروك بالبروسه استشوار. شوف التقنيه ما داكش نبدا لكم من الاول، بروسه تكون رقيقه ما تكونش خشينه باسكو هذه اون كوب كورت، اذا كانت بروسه عريضه ما تخدم لكمش لافور. شوفوا كيف راني نقبض الشعره نشفها، شوفوا ونعاود نهبط بالبروسه للتحت، شوفوا فين نهبط بالبروسه كيفاه ندخل الشعر في بعضه. شوفوا هنا صورت لي صاحبتي قلت لها معليش غير يقبضوا شويه لا تكنيك بزاف ما يعرفوش يخدموا لا كوب كورت يديروا لها البروشينغ. شوفوا بروسه رقيقه، شوفوا كاني ندخل الشعره يعني في البروسه بيان ونبدا نهبط 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 باه يتداخل في بعضه ما يجيش يعني مشنشف، ودوك نعاودها بالليسور باه تبان متداخله في بعضها. شوفوا البنات راح نسيباري، هي كي تمشط جات شابه بزاف. شوفوا دونك شوفوا لا تكنيك تاع البروسه كيف راني نخدم، ومانيش غامه البروسه بالسيشوار راهي تبان كيفاش راني نخدم. شوف البروسه رقيقه، شوفوا البنات هنا شعره حصلت لي كتمشي سالكه. شوفوا شوفوا كيف يجي متداخل، هذه عاد خش بالسيشوار مازال ما درناش كاع لا بلاك، شعر كيكون غازر عاودوه بلا بلاك البنات باه يجي متداخل في بعضه باه داك الفوليوم تكتله لا بلاك ولا ليسور. شوفوا الطريقه شتو كي راني ندخل في يعني الشعر هكا بالبروسه والسيشوار ونبدا نهبط 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 حتى ندخل كاع في الشعره اللي راه كاع لتحت باه يجي متداخل، هذه هي التقنيه تاع لي كوب كورت. شوفوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني ولو قليلا، باسكو البروسه والسيشوار نبوجي بهم بزاف ما نقدرش اني ما نبوجيش. شوفوا كيف راني نخدم، شوفوا واصعب الـ يعني البروشينغ هو تاع لا كوب كورت، يعني كي تكون لا كوب قصيره هكا تجي البروشينغ تاعها شويه صعيب. شوفوا هنا كسلت شويه لي غاسين ودروك نكسر لاماش، شوفوا كاني نكسل فيها ونبدا ندخل بيها في الشعر الاخر، راكم تشوفوا كيفاه باه يجي متداخل. شوفوا هنا راني مسرعه الفيديو شويه البنات، ما ديروش تقولوا بلي هي رابيد راه الفيديو مسرع بعض الشيء باش ما يديليش الوقت وتستفادوا اكثر من الفيديو وتتعلموا. شوفوا هنايا دوك سيباريتو لها ثاني على اربعه، راح نعاودها بان بلاك، اون بلاك رقيقه ما تكونش عريضه بزاف البنات باسكو اون كوب كورت يعني ما تقدرش تقبض الخصال تاع الشعرات. اللي عجبهم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا جيم وتهلاو بالبارطاج مع الحلاقات الزميلات الاخوات باه يستفادوا. انا نعاود لها فيها لو رابيد، اللي ما عندهاش لابلاك تقدر دير ان بو سيروم وتعاود لها بالبروسه والسيشوار.
شوفوا البنات كيفاه راهي داخل الشعر، راكم تشوفوا. انا لا ديغرادي كورت ما نحبهاش بزاف يعني، مي نديرها لي كليونس تاعي باسكو صعيبه، ما عطيتش لا كليون تكوا فيها وحدها دو ان دو الا كان شعر ماشي شباب يتغمن مولاته، الا قالها دائما سيشوار، هادي شعرها شباب لا سيشوار شباب. دونك شوفوا كيما قالت لي، جاتني قالت لي فتيهولي، نحوسها مفتت كيما هكا زعما مديغرادي غايه. شوفوا رابيد شوفوا البنات كيفاه راني ندخل في الشعر في بعضه بلا بلاك. للاسف هنا ما انتبهتش باللي خبيت لاكا، المهم راهي تبان لكم كيفاه راني نخدم فيها. شتو كي راهي جايه متداخله في بعضها وشابه، وضروري جدا انكم تخدموا بمقص خاص بالحلاقه البنات، ماشي مقص الكوزينه. شوفوا البنات كيفاه رانا ندخلوا الشعر في بعضه. نايس، يعني راها واضحه. هنا درت لكم لي كوتي ثاني كيف راح نخدمهم. هذه لاكوب تقصت في نهار ومن بعد من غدوه داك عاود جاتني، كي درت البروشينغ يعني قلت ما نضيعهاش كان فيها الشيب لي غاسين، دارت كولور كتدير رقم 5 اللي هو لو شاطان، دارتها وجاتني درت لها البروشينغ، قالت لي ما عرفوش يخدموها لي في الدار، ما عرفوش يكوافوها لي، دونك كي جاتني كوافيتها لها. مالغري عندها بروسر كيكايتو، قلت لها معليش راح ندير فيديو وشوفي في لا فيديو كيفاه راح نمشطها. لا ديغرادي كورت شوفوا البنات كيفاه نعاود بالليسور الشعر من الفوق للتحت، شوفوا كيفاه ندخلها في بعضه كيما بالبروسه والسيشوار بالليسور نفس الشيء. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله تجربوا ويعني تنجح لكم القصه هذه في اي شعر تقدروا ديروها، يعني غازر كاتيف كاع انواع الشعر. وتدعوا لنا بالخير معكم، وتهلاو بالبارطاج التعليقات لي جيم باش نعرف شكون اللي يحبني شكون اللي ما يحبنيش، واللي عجبهم الفيديو واللي ما عجبهمش ايضا. دونك هاي ليكم كي كملت عليها في النهايه، ان شاء الله تكون عجبتكم، وانتظروني في فيديو اخر ان شاء الله.